وانا رايح فين؟ انا راجع تاني يا كبير. زمان ها معاك انها. يا هلا وسهلا فيكم في فيديو جديد مع الكسار. لا تنسوا زر الجرس، لايك، كومنت، الاشتراك، اند ليتس جو يا بيبي عزيزي يا قائد المحتوى. كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنياك ايش وليت، رجله بالحبس تفدلك، اتيتود ما فماش، رابريت ايش ما انفضلت، بلاك ودي جانج، ما نقدر ما فماش، ايت سيجار بليش ما انفضلك، بلاك ودي جانج، يزيد فضلك. ويا كبير يا معلم، سافر الاولاد والبنات لقلق الوضع يعني، حصلوا يا كبير، صار لي تقريبا شي شهر، اقل من شهر، تقريبا شي 20 يوم مش منزل ولا فيديو. اولا سافرت وما اخذت معي اللابتوب والكاميرا، رجعت على لبنان حاليا، هلا انا بلبنان. ثانيا ما بعرف يعني انا رايح فين، انا راجع تاني، يعني كنت بين قرار انه اترك اليوتيوب وما اترك اليوتيوب، ماشي، بس رجعت طلعت هيك يا اخي الكسار يترك الكساسره عيب. هي صحيح، لحظه ثاني سربرايز بامرك يا كبير، شو رايك؟ شكرا للي جاب لي اياه، شكرا جزيلا، انسان غالي على القلب، قريب شوي على الطربوش اللبناني، اما لا هيدي سبيسيال. حصلوا شو رايكم؟ فاشينيستا يا اخي. حصلوا يا كبير، وانا طول عليكم بالحديث، كلاي نزل غنية جديدة وبالتي نزل غنية جديدة وكله نزل اغاني جديدة، فهلا لازم نلحق. عرفت علي كيف يا كبير؟ توحشتكم برشا وربي. هذا الانستغرام اللي عندي، فوتوا اعملوا لي فولو اذا بتحبوا، تعملوا لي فولو اذا ما بتحبوا كمان اعملوا لي فولو، انا بحب كل عام. حصلوا يا كبير، فانا اجعلوا حريقة. انا اتبهدلت يما، اي والله انا مش هرجع للطيبة تاني، انا محدش رحمني في الدنيا، انا الكل بكاني، سندت الكل يما ان كان صاحب ولا حبيبة، شبعت معايرة وذل من حبة ناس كانت عاملة بريئة، اول ناس توعدني تفضل جنبي هما أول ناس باعوني وقت الدين. أوه يما حنيا لو ليتك ضمة، هاسس حمل الدنيا من السنين، راسي شاب مزمان وهمة. أوه يما حنيا لو ليتك ضمة، هاسس حمل الدنيا من السنين، راسي شاب مزمان وهمة. لحظة يا كبير، ايش هذا الفن الرائع هذا؟ شو هالميكس بين الشعر المصري، الشعر الحديث يا كبير، الشعر الحديث مع الراب ميوزك مع شبه طرب، ما بعرف شو اسمه اللي عم بغنيه ريان. ريان انا بعرفه من زمان، بسمع له من زمان، سمعته مع اول مرة سمعته مع غنية كلاي ديما لباس، مصري مع السجلجلج والحركات والبيت رائع، وصوته لريان ما شاء الله بومباستيك. خلينا نشوف شو وضع الفيديو كليب. والاستاذ لطفي العبدلي كمان موجود بالفيديو. ايه والله والله توحشت الرياكشن يا كبير، والله العظيم توحشت اسمع راب، هي الفترة كلها ما كنت عم بسمع صراحة، يعني ما كذب عليكم، بس اهو هكا اهو رجعنا يا كبير. يلا هدفي موصل لطريقي لهدفي، مخ اللي تعبني البارح ما عادش صغير، اليأس من راسي نافي والصبر خطايا وغلافي، في المحنة كان ربي شافي العلي الكبير، طاير كتير السافي بقلمي ملك القوافي، وتشوفني نمشي بكتافي جملة ما يصير، مع البيع عقل ودافي، مع الخايب بالشر نكافي، خلص معاه وبالوافي ديال الأخير عاد، من صغرى قاري دروس الرجلة تحت الصبات، بدراعي دورت العجلة ناين سقات، فعري بتبدل القشرة كورة بعقلية نجلة، تجربي معاهم الفشلة جامي تنعاد ياد، يستحيل كان نعاود الغلطة بيدها، في قاع البير لوجي عم داعي خبيتها، والحاجة اللي نكرهها مش كي تبدا روحي فيدها، يستحيل كان نهزها إذا كان في القاع رميتها. شكيت هلا مثل ما بعرف أنا حضرتها يعني على الانترفيو اللي صارت مع الأستاذ لطفي العبدلي وكلاي، إنه هني من نفس الحومة، عرفتوا يعني ولاد الحومه وحده، فبعتقد مشان هيك طلعوا مع بعض بالفيديو كليب، وهني رفقه يعني اجمالا. ف لايك الفيديو كليب فينيل، عم يشتغلوا شغل مرتب، بيشتغلوا شغل حلو، يعني اذا بدك تعمل كومباريزون بين قبل الفيديو كليبات، قبل الفيديو كليبات هلا اللي عم تطلع هلا، شيء بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينري، يعني الجماعه عم بيتطوروا، عرفت علي كيف؟ مش انه بعضهم بمكانهم وعم بيعملوا نفس الشيء، لا عم بيتطوروا الجماعة وعم بيحسنوا من الاديتنج والقصص اللي عندهم، وشابو با يعني. اما كلاي يعني لا كلام لا جدال، عرفت علي كيف؟ يعني كلاي اي بيت بتعطيه، اي موضوع اي سبجكت بتعطيه، دايما بيطلع لك اشياء حلوة لذيذة بومباستيك فانتاستيك محترمة غير شكل صراحة. عادي يعني هذا رأيي من قبل، أنا سابقا من أول رياكشن عملت على كلاي قلت لكم هذا الإنسان من الرابرات المفضلين عندي في تونس، كهو عرفت علي كيف أكبر؟ كفي ريان يا وحش. طروق سهاري يما وحدي شريت بخيالي يما، يما
هلا تعليقا على الصوت، ريان ما شاء الله يعني ما بده مين يعلق على صوته. هذه واحدة، اثنين ما بيكبر اخيي، ان شاء الله عليك الله يحميك، انت فنان عظيم. ما بتكبر بالعمر ولا بالشكل، بتتغير تضلك نفس الشيء. انا من سنين شفتك وبعدك نفس الشيء. بكره بيصير عمره 50 وبعده بنفس الشكل. الله يحميه، مع كل احترامي لإله يعني، طبعا فضلك. احترامي لإلك ريان. صوته لريان من أصوات بتحس فيه يد لمسة الطفولة، عرفت علي كيف؟ يعني بعد الحنية، بعد البيور، البياض، عرفت؟ أما في مطربين تانيين، مغنيين تانيين بتستعد تسمعهم بتحس بصوتهم في خشونة، عرفت؟ إنه في ظلم بالموضوع. أما هيدي ما بعرف، تحسها هيك رقيقة حلوة. وحدي شريط بخيالي يما، ما نحكي في المحكي وما نحكيش مع اللي يحكي، اللي يحكي لك في حكايتي حتى حلو. في حكايتك يحكي بعد ما يحكي لي ويحكي لك، يوصيك رد بالك تحكي اللي تتصنت في المحكي بازت قولك لايش يحكي لا علينا. خلاصة الحديث حل عينيك الحكاية باينة، لاصحاب لي تخدر فيك حتى هما حفظوا خاينة، قوم العشرة ما يصون خرشي بالغدرة ممحون، جيب لي صاحب ما يخون جيب لك مد ونمتينة، حاشا كعبتين وكعبة صحبة جملة ولا يرميتها كيف. لحظة 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 لحظة، من ورا الفيديو كليب في قصة، في ستوري، في ستوري. هلا وضحت يا كبير، انا ما انتبهت بالاول، باردون. يعني فهمت اللعبة فاري دوراكي مشكيتها، وكيت بننت اللعبة كميتها من غير ما لفيتها، قالوا لي الدنيا صعبة قلت لهم انا بكيتها، يامي والله باللي كسيت انا معاها ما رخيتها، من غير مسكنات تجروحي وحدي دويتها، باللي مقصوا باللي عقلوا باللي كمسوا باللي فتنوا، قد ما تحموا قد ما تكتلوا يما بدعوتك فضيتها. ما تخافيش على ابنك يما، ابنك راجل قد الدنيا، هفضل واقف على رجلي لحد اخر نفس فيا، هفضل احارب، هفضل ثابت، يموت انا يا يموتوا هم، هكون ليهم زي صدمة تشقلب كيانهم، انا هبقى فوق على القمة ونارهم مني هتحرقهم، حياتهم هتبقى ضلمة وحياتي هتبقى جنة لغيرهم، استضعفوني عشان تعبان لحبة بس، وديني يما هجننهم. حلو حلو، غدر الصحاب أكبر، غدر الصحاب. بس والله يما هي قدام الكاميرا، والله حيجي يوم دايما راسك مرفوع بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله تعالى. حصيله، بنرجع لحديثنا. أنا الفيديو كليب بالأول ما كنت فاهمه، إنه كانوا صاحبي مع بعض وكان عم بغني من قلب الحبس، فأنا استغربت ليش هو بقلب الحبس. بالآخر بينت غدر الصحاب، يعني عم بحكي غدر الصحاب والقصص، إنه حط له المخدرات بالجاكيت تبعه وخبر عليه وشاله، مع إنه كان صاحبه وكذا وحركات وسجلجلج. حلو، تصوير رائع. اما كسكريبت كان بيقدر يكون احسن من وجهة نظري يعني، بس لذيذ حلو كيف اعطانا القصة بالقلب. يعني ارجاك انه هو بالحبس، رجع ارجاك انه ليش هو بالحبس، وقعد عم بيحكي عن غدر الصحاب، ورجع قالك انه وحياتك يوم ما انه لأفرمه من يعني، ما حتى سجلجلك بسجلجلك تبعون يعني، عرفت علي كيف كبير يا سجلجلك. كلاي شابو باي رايان، شابو باي كل التيم، غوست برودكشن، فينيل، بيكسلس، كل الشباب، كل الدايركترز، كل الدي او بيز، كل الارتست، الكل شابو با، يعطيكم الف عافيه على الشغل اللذيذ الحلو. كنا بحاجه نسمع هيك شيء صراحه يعني، يعني انا مرق فتره كانت شوي سوداء، بس الحمد لله يعني نشكر الله على كل شيء حاصله يا كبير. هذا كان فيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. اسف بعد مش كل شيء ظابط، علم تونس بعده هونيك ودايما بالقلب، وعلم لبنان كمان، بس هلا حطيتهم حاليا هونيك، بس لبينا ما رجعنا زبطنا الديكوريشن يا كبير. اعطوني ارائكم كيف بدنا نظبط الكاميرا وقصص وحركات، الكاميرا ما حتضل دايما هون، حلاقيها بمحل تاني، عرفت علي كيف؟ واللايتك مش حيكون من هون لانه عماني صراحه مش شايف شيء، حيكون من هون وسجلجلج الوضع يعني، ما تعتلوا هون نظبط لكم الوضع. توحشتكم برشا، واذا توحشتوني اكتبوا لي بالكومنت، واذا لا ما تكتبوا لي بالكومنت، لا تنسوا اللايك بالدعم لخيكم الكسار، حبكم برشا وربي. شو رأيكم يا كبير؟ غير شكلها؟ سفا الأولاد، سفا. Let's go يا بيبي.
كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت، تفرج دنيك ايش وليت، رجلة بالحبس تفدلك، اتيتود ما فميش، رابريت ايش من فضلت، ما نقدر ما فميش، ايت سيجارو بليش من فضلك، يزيد فضلك، ايت سيجارو بليش من فضلك، فانتاستيك اكسترا اوردينيري، that's how we do it baby.